أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نعود لمتابعة هذه الحلقة من استديو التاسع مع ضيفنا الباحث في الشؤون الاستراتيجية رضا أبو دراع. أستاذ رضا أصبح جاهزا معنا أيضا، نرحب به عبر سكايب، المحلل السياسي المغربي سينضم إلينا بعد قليل إذن عبد الصمد بالكبير. أستاذ رضا، ونحن نتحدث عن هذه التغييرات والتغيرات الكبرى في عالمنا بعد سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية، أصبح المسلمون كالأيتام على مائدة اللئام يحلمون بكيان سياسي جامع لهم يعود من جديد، يوحد شملهم، يجمع ثرواتهم، يزيل الحدود التي تفرقهم، يحلمون بدولة تجمع هذا الشتات، تدافع عنهم، تستنهضهم. أين هذا الحلم مما يجري في عالمنا اليوم؟ هل له من باب، من نافذة ليطل منها؟ لما تفككت الخلافة نشأت أفكار مؤسسة لعالم جديد، فبدأ تأسيس العالم الجديد الذي ذهب أو شهد نهاية الإمبراطوريات، عصر الإمبراطوريات، أنشأ أفكارا جديدة ثورية، تحررية، اقتصادية، من اشتراكية ورأسمالية. هذه الأفكار هي التي قامت عليها الدول وقامت عليها نماذج الحكم ونماذج إدارة الصراع. لما انهار الاتحاد السوفيتي أيضا تفككت فكرة وانتصرت فكرة، فامتدت الفكرة المنتصرة وتغير أيضا العالم من جديد. الذي يحدث الآن هو انتحار أو تفكك كل الأفكار المؤسسة العالم الغربي أو العالم المنتصر، العالم الذي شكل، الذي الأفكار التي شكلت هذا العالم المعاصر وصلت إلى حد مسدود وغير قابلة على التجديد. فما بقي إلا القوة الخشنة هي التي تدير، ولكن ليست هناك قيادة. بالقوة القاهرة ممكن أن تقهر الناس، ممكن أن تسيطر، لكن لا يمكن أن تقود. الأفكار هي التي تقود، العقائد، الإيمان. هذه تفككت في العالم الغربي والشرقي. عندما تتفكك الأفكار المؤسسة للعالم تنشأ قلاقل كبيرة، العالم يدخل في حالة تيه ويدخل في ديناميكية صيرورة تاريخية جديدة، وأمم تأخذ موجاتها الوجودية من موت أو انبعاث أو انتكاسة، فتخلق دول أفكار قوية، تخلق دول وأفكار تحررية تحرر دول. طيب، مرة جديدة عشان نبسط، مرة جديدة عشان نبسط. نعم، شعوبنا حاولت أن تغير من واقعها الأليم، أن تحرر نفسها في السنوات الماضية ليكون لها موقع في هذا العالم. أحسنت، نعم. طيب، للأسف ما هي النتيجة؟ فشلنا. لا بالعكس، في هذه الجولة على الأقل، في هذه الجولة لا أنا أقول الحمد لله أننا فشلنا، وكان علينا أن نفشل. الخطر، كل الخطر أننا كنا سننجح. ستستعجب لي كلامي. معقول؟ نعم. كان الخطر في نجاح الثورات العربية؟ لا، ليس في نجاح الثورات العربية، كان الخطر في نجاح الثورات العربية بثوب الدولة الحديثة القطرية. لأن الآن نعيش عصر انتحار الدولة الحديثة بشهادة مفكري الغرب، فوكوياما وغيره، يقولون أن العالم، يعني أقصى ما يمكن أن يصل إليه العالم المفكر الغربي أو الإنسان الغربي أو الإنسان الأبيض هو أفكار الدولة الحديثة وما تولد عنها من ديمقراطية اشتراكية ورأسمالية ليبرالية ونيوليبرالية. الآن خلاص يعيشون عصر ما بعد الدولة الحديثة، ما فيش إجابات، يبحثون كلهم عن إجابات. إحنا لو انتصرنا بأدوات الدولة القطرية الحديثة كنا سننتصر بأدوات جيفة، كنا سننتصر فنولد ميتين، لن نستطيع أبدا أن ندخل في صناعة التاريخ من جديد كما خرجنا قبل 300 سنة عندما انعدمت عندنا الأفكار. الآن الوقت المناسب، وقت القلاقل، وقت الفوضى، وقت انهيار مركز الهيمنة،
وفقدان توازن الدول الكبرى أنه هناك تكون مساحات لانبعاث الدول المستقلة، بمعنى أنها تكتسب هامشا أكبر انبعاث الأمة الإسلامية من جديد. لا انتظرني جايك. انبعاث الأمة الإسلامية جديد عن مراحل، أقول لك الآن المرحلة التي نتكلم عليها. أنت تقول الآن، أقول لك الآن انتصار طالبان هل يمثل إشارة ضمن هذه المؤشرات لانبعاث الأمة الإسلامية من جديد؟ قطعا، قولا واحدا. لماذا؟ لأن منذ أن خرجت الأمة الإسلامية من صناعة التاريخ وقواها الحية تحاول الرجوع والدخول في صناعة التاريخ من جديد، فراحت على ثلاث محاور. راحت على محور التحرر في موجات مثل طالبان، جيش التحرير الجزائري ضد فرنسا، وجيش فيتنام ضد أمريكا، وكانت هناك يعني تحرر ثم بعد ذلك النكسات. أنا أعتبر أن هذه النكسات كانت نتيجة استعمال أدوات الدولة الحديثة وليس خلق نموذجا مستقلا عن الدولة الحديثة. فالذي يحدث الآن أن الأمة أخذت ثلاث مسارات. المسار الأول هو المسار التحرري زي طالبان والجزائر وفيتنام ودول متحررة. المسار الثاني هو المسار الإصلاحي داخل منظومة الهيمنة، وهو كالذي أخذه الإخوان المسلمين في مصر وفي تونس وفي المغرب، بحيث أنهم يتجلببون بثياب الدولة الحديثة لتحقيق تموضع أكبر داخل منظومة الهيمنة، زي النموذج التركي، لإحداث إصلاح تدريجي، لإحداث تموضع، مش إصلاح، لإحداث تموضع أكبر، مستوى أكبر في منظومة الهيمنة القريبة من المركز، حتى هو إيش يحصل على وظائف أكثر مقابل ماذا؟ امتيازات أكثر. فالعالم مبني على هذا الشيء، أنك عندك امتيازات مقابل وظائف. وطالبان؟ طالبان لا، طالبان عملية تحرر شعب خارج صندوق الهيمنة. والنموذج الثالث هو نموذج الثورات العربية. أقول لك لماذا الموجة الأولى لم تنتصر، والحمد لله أنها لم تنتصر، بل بقت جذوتها. لماذا؟ لكي ترى أنه اعتماد أدوات الدولة الحديثة لا ينتج إلا دولة وظيفية أخرى، ولا ينتج دولة مستقلة. هذه الجذوة يغذيها انتصار طالبان؟ قطعا، قولا واحدا، كما غذت جذوة انتصار الجزائر على فرنسا الحركات التحررية في العالم العربي والإفريقي. اقرأوا التاريخ، هذا التاريخ يتكلم، مش تحليل رضا بودرع. طيب أنا بس أقول... أنت ربطت أثناء حديثنا أنه انتصار طالبان سيؤدي إلى إعدام الطغاة. نعم، شوف، مع تغير القوى الكبرى كان هناك قوى مستبدة جاثمة على قلوب الدول الضعيفة وتؤمن الخراج، أقصد الغنائم، بدون تكلفة، بدور الجيش ودور الدولة للمركز بدون حرب. عند فقدان توازن هذه الدول الكبرى الشعوب تريد الحرية، تريد الثروة، استرجاع الثروة، وتريد أن تحسن أوضاعها، فيسقط في ذلك رؤوس مستبدة كما سقطت تشاوشيسكو في بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. فأنا لا أستبعد سقوط رؤوس كما سقطت مع الثورات العربية سقوط. يا أخي، من أين الآن؟ أين صالح؟ اليمن؟ أين القذافي؟ ناس حكموا 42 سنة. سأقول لك هناك ناس الآن سيسقطون، وأنا أقول لأهلي في الجزائر وفي المغرب، المغرب العربي كله ستتحرك وستسقط رؤوس. الشعوب لن تقبل، الآن فهمت. لأن أنا كنت دائما أقول أن الحراك شعوب الثورة العربية ليس بما أنجزت حتى نحاسبها لأنها لم تمتلك أدوات القوة، وإنما ثمرتها بما ما ربوها لهذه الشعوب وعلموها الدرس أن لا تعود إلى ما فعلت. بالعكس، أنه حراك شعوب بما كشف وليس بما أنجز. حراك شعوب كشف منظومات عميلة، وأن العالم يتضعضع، وأن هناك فرص تحرر، وأنه ينبغي الانتظام والتكتل والتصلب وبناء أدوات القوة استعداد لمرحلة التحرر. الشعوب فهمتها هذه وليست غبية، هناك وعي جمعي عند الأمة الإسلامية عجيب. الشعب الجزائري يفهم والشعب المغربي يفهم حقيقة الأزمة بين النظام الجزائري والمغربي؟ أنت اسأل أي واحد من الشارع بين في الجزائر أو المغرب أو تونس، يقول لك نحن شعب واحد، المشكلة بينهم هم. ثم تطور الوعي أنهم قالوا أنه يخلقون المشكلة بين النظم لإبقاء
الهيمنة الفرنسية، والآن بدأت تظهر حركات تنادي بإنهاء الوصايا الفرنسية. الآن بدأت تنظيمات تطالب حكومتها بالكشف عن الاتفاقات والصفقات. الآن بدأت مراصد بحثية. من يحرك الجزائر ضد المغرب اليوم؟ قطعا فرنسا. والمغرب من يحركه؟ والمغرب من يحركه؟ قطعا فرنسا. أيضا فرنسا تحرك الدولتين؟ نعم. أو النظامين؟ نعم، وأكثر من شطرنج، بل تحرك حتى أنظمة الميليشيات القادمة. هناك ميليشيات يعني تستغل النزاع بينهما؟ فرنسا لتجنب لكي تتجنب صفعة أخرى من روسيا كالتي أخذتها في تشاد وقتل الرئيس التشادي، سلمت الآن مالي للنفوذ الروسي. والآن الحكومة المالية تتفاوض مع مجموعة فاغنر لكي تدافع عن الرئاسة وتشكل لها الجيش. أنت رأيت حكومة تتعامل مع مرتزقة قتلوا المسلمين في سوريا، وقاتلوا الليبيين في ليبيا، وقاتلوا الأفارقة في أفريقيا الوسطى، تسلم لها تكوين الجيش وحماية الفريق الرئاسي؟ يعني هذا لا يتم إلا برضا فرنسي، حكومة انقلابية. طيب خليني سأعود إليك. دعني نرحب بضيفنا الأستاذ عبد الصمد بالكبير، المحلل السياسي المغربي. أستاذ عبد الصمد، أهلا ومرحبا بك معنا. أستاذ عبد الصمد تسمعني؟ نواجه مشكلة في التواصل مع الأستاذ عبد الصمد، إذا جهز خبرونا يا جماعة. طيب شو تفسيرك هيك؟ خلينا بس ناخذ القرار الأخير للجزائر أنه إغلاق المجال الجوي أو الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية. شو السبب؟ ليش؟ شوف، المنطقة المغاربية كلها تحركت زي منطقة الساحل الإفريقي، وفشل فرنسي وانسحاب، هناك حراك تونسي، هناك ثورة ليبية لم تصفى بعد، وهناك أيضا نكسة للورقة الإسلامي أو بين قوسين حزب العدالة والتنمية المحسوب على الكفة الإسلام السياسي في المغرب، انتكاسة سقوط مدوي. إذن ليس هناك ما يجعل الطبقات الشعبية ترى جدوائية بقاء الأنظمة إلا خلق حالة الحرب. لن يذهبوا أبدا إلى الحرب الحقيقية، لن يذهبوا، سوف يخلقون حالة الحرب ولا يخلقون الحرب. لن تسمع لهم الدول الكبرى خاصة فرنسا، لن تسمح أن تنشب حرب بين الجزائر والمغرب، مستحيل. معنى ذلك سقوط فرنسا. تعرف ما معنى طب هذا أمر مطمئن. تعرف ما معنى أنها تنشأ حرب بين الجزائر وفرنسا والمغرب؟ خليني أسألك معنى ذلك اشتعال المنطقة كلها. هل تستبعد وقوع حرب بين المغرب والجزائر؟ نعم أستبعدها كليا. لماذا؟ أنه تكتيك خلق حالة حرب لإبقاء حالة من الشرعية لنظامين مهترئين متزعزعين، سواء كان النظام الجزائري أو النظام في المغرب. هما الآن أمام استحقاقات تاريخية أمام شعوبهم. أولا ليس هناك انفتاح سياسي خاصة في الجزائر. اثنين أزمة كورونا، هناك إدارة غريبة عجيبة، يعني لو حدث في أي دولة محترمة كانت ستسقط الأنظمة. ثالثا هناك أزمة مالية قديمة. رابعا هناك تحولات دولية وتكثلات تجعلهم في مهب الريح. إذا كانت فرنسا نفسها في مهب الريح في مهب الريح فما بالك بالأنظمة التي تحتها. فأنا أقول أنه محاولة خلق حالة حرب الآن لا يزيد من الشعوب المغاربية إلا تماسكا وإلا تفاؤلا بتغير الوضع على المستوى السياسي، وأنه الشعوب. لكن انظر يا أستاذ رضا، فرنسا اليوم تتحكم كما فهمت منك بالجزائر وبالمغرب، وعادت إلى تونس بقوة كما يبدو، لها دور في لبنان بتشكيل الحكومة الأخيرة، حكومة نجيب ميقاتي أو ميقاتي كما يبدو أيضا. يا سلام، تعجبني كلمة كما يبدو لأنها هي مفتاح الجواب. طيب تفضل. كما يبدو هي صاحبة الحماية التاريخية للبنان وطائفة الطوائف المسيحية في الشرق الأوسط. انظر لبنان، بلد على حافة الإفلاس بل مفلس. هي عندها الوصاية على تونس، تونس بلد على حافة الإفلاس وأخذته منها أمريكا ونصبت أو عقدت مع تونس حليف استراتيجي خارج حلف الناتو. انتبه جيدا لهذا، مع ذلك أنها ستكون مرتكزا في الحركات البريطانية الأمريكية القادمة بعد مشكلة تونس. نعم تونس معبر لكل قوات كبرى لضبط توازنات في المنطقة. ضف إلى ذلك كيف يعني؟ دول الساحل. نعم. كيف يعني؟
تونس معبر للقوى الكبرى. أنا شوف الحرب العالمية الأولى، الثانية، القوى البيزنطية، القوى الإسلامية كلها عبرت على تونس، يعني هي معبر بري زي المعابر جبل طارق وباب المندب وكذا، هناك معابر بحرية، هذه هناك معابر برية. ألم تنتهي أشكال هذه الحروب يا أستاذ رضا؟ أبدا، هي متجددة الأشكال، متعددة الأشكال ومتجددة، ونراها الآن أمامنا. يعني بس أنت ضع القطع، مشكلتنا تعرف إيش؟ مشكلتنا أننا لا نقرأ الخرائط ولا نسمع كلام الرؤساء وصانع القرار، وعندنا قوة رصد ضعيفة جدا، وخارج مجال التغطية بين قوسين، أغلق القوس. سأقول فرنسا فشلت في لبنان، دولة مفلسة، كل وظائفها التاريخية أفلست فيها، حماية المسيحيين في العالم، لبنان مفلسة، تونس خرجت من أيديها، المغرب أصبحت تحت. كيف تونس خرجت من أيديها؟ كلما تضعف دولة قوية لها وظائف. من يتحكم بالجيش التونسي اليوم وبقيس سعيد؟ فرنسا، مخابرات فرنسية. لكن طيب، لا، هي تحاول أنها تملك القرار السياسي، لكن الأرض كأرض في تموضع عسكري أمريكي، فعسكريا أمريكية، سياسيا فرنسية. واللعبة واضحة في تونس، تحتاج ربما حلقة كاملة، لعبة كبيرة. لكن ما حدث الآن والذهاب قيس سعيد إلى الحكم الأحادي بهذه الطريقة البهلوانية، سوف يوصل تونس إلى انسداد أيضا سياسي كما أوصله في لبنان. طيب، أيضا دور فرنسا في الساحل، الدول قارن بين الدول الفرانكو أفريقية أو اللي عندها العملة الفرانكو أفريقية والدول الكومنولث الأفريقية. دول الكومنولث ازدهرت فيها الاقتصاد، ودول التي فيها فرنسا يتكلمون الفقر بطلاقة، فقيرة منتهية، فهي فاشلة على كل المستويات. فأكيد أيضا ستفشل على إدارة أو خلق فتنة بين الشعبين، ممكن تخلق فتنة بين النظامين أو المنظومتين، لكن لن تخلق أبدا خاصة الآن فتنة بين شعبين. الشعوب وعت، بس تبدو خارج اللعبة. يعني الشعب التونسي شو ممكن يساوي اليوم، أو الشعب الجزائري أو الشعب المغربي؟ المشكلة أن لا تكون الشعوب داخل اللعبة عندهم. معنى ذلك أنه إذا كان خارج اللعبة سيأخذ قرارات خارج قرارات المنظومة، وهذا هو الذي يخوفون منه. يراهنون الآن عن القبضة الأمنية، لو كانت القبضة الأمنية تنفع لكانت نفعت فرنسا في الساحل الأفريقي. ومع ذلك الشعب التونسي يمكن أن يتحرك من جديد؟ ممكن أن يتحرك من جديد. والجزائري؟ هناك دعوات الآن في ليبيا بالتظاهر، في تونس بالتظاهر هذا الأسبوع، وممكن تتحرك الأمور في كل الشمال الإفريقي. أقول لك الشمال الإفريقي كله على موعد مع تغيرات كبرى، ونحن نريد أن نستغل هذه التغيرات للذهاب مع الشعوب إلى حالات تحررية حقيقية تبنى معها الدولة الجزائرية، حتى لا تكون هذه التحركات ضمن الصراع الكبار. لا يمكن الآن أن نلعب في معزل عن صراع الكبار، ولكننا ممكن أن نستغل الفرص والمساحات المتاحة عندما يفقد الكل التوازن، فتقل القبضة من فوق، وبالتالي يقل الدعم على النظم المركزية، وتهتز قوة النظم المستبدة، وبالتالي ستكون أمام استحقاقات شعوب فلا تستطيع أن تلبيها، ولا تستطيع الشعوب أنها تقبل الوضع الراهن فتنادي بالتغيير الحقيقي. طب هنا اللعبة فرنسية أمريكية كما أفهم منك، صراع دولي على مسارحنا المختلفة، لأنه تاريخيا حدث هذا. كانت صراعات بريطانية أمريكية وانقلابات وإسقاط أنظمة ضد أمريكا وبريطانيا على ساحتنا الدولية. اليوم اللافت أنه في صراع على أنظمة في دول تجري بين دول عربية، يعني مثلا حتى ما يحصل في تونس، هناك من يشير بإصبع الاتهام إلى أنظمة عربية لها يد فيما يجري. نعم، شوف ما يحدث في العالم ليس بمعزل عن بعضه البعض. فمثلا انتصار طالبان هو الذي فك الحصار عن قطر، مثال هذا مثال صارخ. انظروا الآن أين الإمارات التي ملأت الدنيا بثوراتها المضادة، وأين قطر التي الآن تدير أكبر عملية إجلاء في التاريخ لقوى منهزمة في أفغانستان.
وتحضر وتتكلم. هي الآن مالية شاشات والكل يشكر فيها. فشوف شوف يعني انتصار طالبان حرر قطر من حصار الدول المحاصرة. طيب فالذي يحدث في العالم أيضا سيكون له ارتدادات عندنا في الداخل. فرنسا الآن تنحسر، وعلمتنا القوى هذه الاستعمارية أنها إذا انحسرت سلمت على اتفاقات القوى التي أو الدول التي كانت تسبيها. فهي الآن إذا انحسرت من لبنان سوف تسلمها لشيء لقوة أخرى، لا أدري، بريطانيا أمريكا حسب الاتفاقات بينها. انسحبت من مالي سلمتها لروسيا، انسحبت من أو انسحاب جزئي من ليبيا ففرضت نفسها قوى أخرى. فهناك عملية استلام وتسليم. قائد الجيش اللبناني في تركيا اليوم، أين تركيا من هذا المشهد؟ تركيا الآن تعتمد أو تستميت لكي تكون ضمن اللاعبين الكبار. واليوم كان تصريح للرئيس طيب أردوغان أن اللقاء مع بايدن لم يكن كما كان مرجوا. فأنا أعتقد أن التفاوض الآن في هذه المرحلة صعب جدا جدا على تركيا. أنها تحافظ أولا على المكتسبات التي حققتها عندما انحصر النفوذ الفرنسي خاصة في ليبيا. بس ما قال لك الرئيس أردوغان لن يتحرك حجر في المنطقة إلا بموافقتنا. نعم، فهو يستميت، يعتبره حياة أو موت. أنا تعبيري واضح، هو يستميت خاصة مكسب الحدود البرية مع ليبيا وكعكته في ليبيا وفي الساحل الإفريقي أيضا وإفريقيا الوسطى. فهو تركيا منتهية بدون متنفس أفريقي، هذا فليكن عالم فليكن مفهوما. المستقبل أفريقيا، الموارد أفريقيا، الصراع الذي تراه الآن والتحالفات مع الغواصات النووية ومع الصين ليس على البحر الصيني وليس على آسيا وليس حتى على أوروبا، هي على أفريقيا. أفريقيا سوف تشتعل بهذا الصراع، وأول ما يبدأ يشتعل منطقتنا العربية. بنصف دقيقة أستاذ رضا، هل هذه التحولات تنطبق على الصراع الذي كان قائما في المنطقة بين تركيا وقطر من جهة إذا بدك والإمارات والسعودية من جهة أخرى؟ هل نشهد تغييرا في هذه التركيبة بعد زيارة طحنون بن زايد إلى أنقرة وإلى الدوحة واللقاءات بين أمير قطر وولي العهد السعودي وأيضا طحنون بن زايد؟ شوف، السفير الإماراتي في واشنطن قبل 3 سنوات قال بكل وضوح أن الإمارات موعودة بدور في الشرق الأوسط. الآن الكل يستميت أنه ينال الوعود الأمريكية التي قطعتها لهم لكي يؤدوا وظائف الثورة المضادة، وتركيا تستميت أنها تنال أيضا امتيازاتها لما أنقذت القوى الكبرى في تبريد اشتعال البحر المتوسط وتبريد أيضا القضية. هل تمت مصالحة تركية إماراتية مصرية سعودية أم على وشك أم تستبعد بكلمة؟ ممكن جدا، ممكن مع قطر، ممكن ومع قطر، نعم ممكن حتى قطر نجدها تفاوض من أجل الإمارات. ما يحدث الآن أن هناك دول ستختفي إذا رأت أي دولة أن أمامها تهديدا وجوديا فسوف تتحالف له مع الشيطان. سيسي أردوغان ممكن تشوفهم سوا قريبا؟ ممكن جدا، لا أسبابها. لقاء ثنائي؟ ليس ببلاش. مقابل ضمان مصري أن المكتسبات في ليبيا لن مكتسبات تركيا في ليبيا لن ينالها اللاعب الإماراتي. شكرا جزيلا لوجودك معنا، والحديث تتم على كل حال. بحث شؤون استراتيجية موضوع شائك ختمناه في دقيقة يعني. طيب ربما هذا يفتح لنا حوارا في الحلقة في حلقة قادمة. شكرا لك أستاذ رضا، شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، ونختم الحلقة بالترحم مرة أخرى على ضيفنا الأستاذ عبد الفتاح أبو طحون المحلل السياسي الفلسطيني، رحمه الله رحمة واسعة، في أمان الله. مشاهدينا الكرام حفظكم الله جميعاً.